هذا يقول: يا شيخ، أنا أعاني في صلاتي من عدم الخشوع فيها مع أني أحاول، فما الحل؟ الحل أننا نجاهد أنفسنا، أننا نجاهد أنفسنا باستحضار قلوبنا ونحن في الصلاة، نكرر المحاولة مرة ومرتين، نبكر في الحضور إلى المسجد، ندعو الله أن يعيننا على خشوعنا وعلى إتمام الصلاة كما ينبغي. من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قوله صلى الله عليه وسلم له: والله إني لأحبك يا معاذ، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكري وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أعانك الله ستستشعر قيمة العبادة. بكر في الذهاب إلى المسجد، صل السنن الرواتب القبلية، اقرأ القرآن قبل الصلاة، ادعو بين الأذان والإقامة، واعمل بالأشياء التي تعينك على استحضار قلبك. ثم أقول: يعني لا تجعل القضية مزعجة في حياتك. فكثير منا لا يخشع في صلاته، لكن المطلوب مني ومنك أننا نجاهد أنفسنا في صلاتنا. لا تكون صلاتي اليوم كصلاتي بالأمس، أحاول أن أرفع من مستوى صلاتي، وأستشعر الكلمات حين أقول سبحان ربي الأعلى، من أدنى مقام في الأرض أنا أخاطب أعلى مقام. حين أقول سبحان ربي العظيم أستشعر العظمة في القدرة، في العلم، في الحكمة، في كل شيء. حين أجلس بين السجدتين وأقول ربي اغفر لي، أقولها صادقا من قلبي. وهكذا استشعارنا لما نفعل في الصلاة هو الذي يجعل لصلاتنا أثر. ثم إذا رأيت أن تعرف إن كان لصلاتك قيمة أو لم يكن لها، فانظر في أثر الصلاة بعد الصلاة، انظر في أثر الصلاة بعد الصلاة، فإن نهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فصلاتك على خير إن شاء الله، صلاتك على خير إن شاء الله، إن نهتك الصلاة بعد الصلاة عن الفحشاء والمنكر.